بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلبة الصف الثامن، اليوم أنا وياكم يا مس رح نحل أسئلة الوحدة صفحة 48. فبتمنى منك يا مس أنك تحضر دفترك، تكتب اليوم التاريخ والعنوان حل أسئلة الوحدة صفحة 48، وأيضا يكون خطك واضح ومفهوم. خلينا نبلش بحل السؤال الأول. بين المقصود بما يأتي: التعصب، التمييز، والتطرف. التعصب شعور داخلي يجعل الإنسان يرى نفسه على حق ويرى الآخر على باطل. شعور داخلي يجعل الإنسان يرى نفسه على حق ويرى الآخر على باطل. التمييز التفرقة بين فرد أو مجموعة من الناس، أو الإضرار بهم أو تجاهلهم أو استبعادهم بسبب لونهم أو جنسهم أو دينهم أو عرقهم أو رأيهم. نعيد: التفرقة بين فرد أو مجموعات من الناس، أو الإضرار بهم أو تجاهلهم أو استبعادهم بسبب لونهم أو جنسهم أو دينهم أو عرقهم أو رأيهم. أما التطرف، ظاهرة ترتبط بأفراد أو جماعات يحملون أفكارا متشددة. ظاهرة ترتبط بأفراد أو جماعات يحملون أفكارا متشددة فيها انتهاك للقواعد والنصوص الدينية والعرقية والقانونية والشرعية العامة. نعيد: ظاهرة ترتبط بأفراد أو جماعات يحملون أفكارا متشددة فيها انتهاك للقواعد العامة والنصوص الدينية والعرفية والقانونية والشرعية العامة. السؤال الثاني: استنتج آثار العنف في الفرد والمجتمع. 1- الاعتداء على النفس البشرية. إذا 1- الاعتداء على النفس البشرية. 2- تعطيل الطاقات البشرية وقدرة الأفراد على الإبداع والإنجاز. تعطيل الطاقات البشرية وقدرة الأفراد على الإبداع والإنجاز. 3- التكلفة المادية الباهظة بسبب الاعتداء على الممتلكات. التكلفة المادية الباهظة بسبب الاعتداء على الممتلكات. إذن آثار العنف هم 3 آثار: الاعتداء على النفس البشرية، تعطيل الطاقات البشرية وقدرة الأفراد على الإبداع والإنجاز، التكلفة المادية الباهظة بسبب الاعتداء على الممتلكات. مظاهر التطرف، هذا هو السؤال الرابع. عدد مظاهر التطرف: استباحة دماء الأبرياء وأموالهم، الاستعلاء على القانون وعدم التقيد به. 2- الاستعلاء على القانون وعدم التقيد به. 3- العنف والخشونة في التعامل. العنف والخشونة في التعامل. خلينا نرجع للسؤال الثالث، رح نحله على الكتاب. أكمل الخريطة الذهنية الآتية بحيث يمكنك إضافة دوائر أو حذفها. إذن أنواع التعصب: فكري، ديني، طائفي، قومي، قبلي. فكري، ديني، طائفي، قومي، وقبلي. السؤال الخامس: ضع إشارة صح في الربع الذي يمثل الحالات الآتية. جماعة فكرية ترفض الحوار والنقاش مع جماعات أخرى. جماعة فكرية ترفض الحوار والنقاش مع جماعات أخرى. إيش هاي؟ التعصب والتمييز. التعصب والتمييز. خسر أحد الأندية الرياضية مباراته، فقام مشجعوه بتكسير الممتلكات العامة. تكسير، عنف. اعتدى صاحب شركة على عامل عنده لأنه لم يستجب له. شو هذا؟ عنف. تحاور شخصان باحترام متبادل بينهما، قبول الآخر.
هيك أنا بكون يا ثامن حلينا أسئلة الوحدة وكملنا الوحدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.